أيضا من الأخبار، من ناوي يتهم إعلان الحرية بممارسة التمكين. اتهم رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي قوى الحرية والتغيير في السودان بالعمل على إحلال التمكين الذي كان سائدا في عهد المخلوع عمر البشير وأيضا وعناصر الحكومة والقطاع العام. وكتب مناوي على حسابه الرسمي في منصة التدوينات القصيرة تويتر إن الأمل في استئصال التمكين بقيادة حمدوك بدأ عده التنازلي بما تقوم به حكومته من إحلال التمكين بالتمكين، وليس فقط في مؤسسات الدولة الظاهرة إنما حتى في الشركات الحكومية. أستاذ بليغ، يعني هاي مع ذكر لينا تعليق هذا الخبر، خاصة مع استمرار التفاوض الآن، في إجوبة أن تطلع مثل هذه التصاريح من قبل الذين أيضا هم على طاولة التفاوض، نشير إلى هذا التصريح وإنعكاسه على المشهد، يعني المشهد السياسي بالنسبة للفترة الانتقالية، خاصة هي مدتها 3 سنوات ولا تزيد من بعد تأتي حكومة منتخبة فترة ديمقراطية أكثر. يعني صحيح. ولما الناوي هو قائد حركة مسلحة، حركة تحرير السودان، هي جزء من قوى إعلان الحرية والتغيير، ما في ذلك شك. وموقع ومناوي والحركات الأخرى الموجودة في تحالف الجبهة الثورية هي حركات موقعة على إعلان الحرية والتغيير، وظلت هذه التصريحات ليس من مناوي فقط، حتى من حركات أخرى هي جزء من قوى الحرية والتغيير، حركات مسلحة أخرى هي جزء من قوى الحرية والتغيير تصدر ضد قوى الحرية والتغيير، خصوصا بعد الخلافات التي تمت عقب التوقيع على الوثائق التي الوثيقة السياسية والوثيقة الدستورية، الوثيقتين السياسية والدستورية. معروف أن الجبهة الثورية بمكوناتها كلها كانت غير راضية عن توقيع الوثيقتين، وأنها ترى أنه تم تجاوز لها في هذا الأمر، ولديها تحفظات كثيرة ولديها رؤيتها الخاصة بها، ولديها الكثير من التصريحات صدرت من قبل في هذا الجانب. الآن هي تخوض مفاوضات منفصلة، مفاوضات سلام منفصلة، الجبهة الثورية بالتحديد تخوض مفاوضات السلام وهي جزء من مفاوضات السلام في جوبا. هذا من وجهة نظر الخاصة أنه ينم عن أن هناك عملية مفاصلة تمت بين المكون بالتحديد المكون العسكري والمكون المدني في قوى الحرية والتغيير. طيب، إذا كان الحديث عن هذا التصريح، يعني هل كلما حدث خلاف من داخل تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير أو الجبهة الثورية أن تخرج مثل هذه التصريحات، هل ممكن تؤثر على المشهد السياسي وعملية التفاوض؟ يعني ذكرت أنه القوى إعلان الحرية والتغيير مدتها في عملية الحكم في الفترة الانتقالية مع تحديد النسب هي 3 سنوات، ومن ثم تأتي حكومة منتخبة، يعني لماذا هذه الكلمة التمكين بالتحديد؟ والله كلمة هذه طبعا تعبر عن وجهة النظر الخاصة بالمناوي، وتعبر عن هناك من ليس مناوي فقط، هناك قوى مدنية أخرى ترى أن القوى الحرية والتغيير الآن تسير في اتجاه التمكين، وأنها مكنت لها كثير من كوادرها في وظائف في الدولة من شركات ومؤسسات وغيرها. هذه رؤية ليست رؤية لم تخرج عن مناوي فقط، وإنما خرجت من كثير من القوى المناوية لقوى الحرية والتغيير. طيب، ده ممكن يأثر على المشهد، يعني المشهد التفاوض الآن ممكن يكون هو رفض لكن ليس بالكامل؟ أنا أعتقد أن هذه المسألة ليست لها أي علاقة بالمشهد التفاوضي. أن الآن التفاوض يمضي في مسار آخر، جميع حتى الحكومة بشقيها، مجلس السيادة والمجلس العسكري، مسلمين تماما بالمضي بعيد عن الخلافات وبعيد عن كل ما يتم من تصريحات مضادة. لا بد من المضي قدما في مفاوضات السلام إلى آخر شوط. الآن مفاوضات السلام قطعت شوط مهم جدا، والآن الأطراف تقريبا تتهيأ للشوط الآخر من المفاوضات والوصول إلى اتفاق سلام شامل. السيد رئيس الوزراء أعلن في أكثر من مناسبة أنه هو مستعد لدفع كل أي استحقاق من أجل عملية السلام، من أجل التوصل إلى عملية السلام.
زي ما قلت لك انه الواضح الواقع انه الان الحركات تخوض الحركات وهي اغلبها فيها كثير من الحركات جزء من قوى الحريه التغيير تخوض المفاوضات بعيد عن قوى الحريه والتغيير، او يمكن يكون في الطرف المناوي لقوى الحريه التغيير في المفاوضات بالتحديد، يعني قوى الحريه والتغيير وفد المفاوضات في جزء من اعضاء قوى الحريه والتغيير بما يمثلهم في مجلس الوزراء والمجلس السيادي هم جزء من الوفد المفاوض الحكومي، والان الحركات بالتحديد التحالف الجبهة الثورية له وفد من منفصل بالرغم من أنه كل فصائل الجبهة الثورية تقريبا هي جزء من قوى الحرية والتغيير. احنا شاكرين لك كثير جدا الأستاذ بليغ حسب الله مدير موقع الشروق نت على تحليل أهم الأخبار الواردة صباحا في موقع الشروق نت. شكرا جميلا لك. بارك الله فيكم.